ضربة رسمية. الأستاذ محمود يلعب كرة عالية قدام، اللعب داخل منطقة الجزاء. ويه حلوة من صبياني، توقيت سليم. الصبياني توقيت سليم في مكان سليم، محصل الكرة، كانت كرة خطر الحقيقة. كرة عالية. وأي حكم المباراة صفر عشان يشوف اللاعب البحريني المصاب داخل منطقة الجزاء. ماجد بيحاول يعدي. واحد الشمال حسن هو المنتبه. هجمه مرتده للمنتخب البحريني. فياض محمود رجعها الى خميس عيد اللي ناخذ كره سريعه. يكون زين خطو وحكم المباراه يعلن ضربه جزاء لمنتخب البحرين. في ضربه جزاء للمنتخب البحريني لما اشترك صالح مع ابراهيم عيسى. حسب تقدير حكم المباراة ضربة جزاء. صالح مو سلطان. هولن انتهى الوقت الاصلي طبعا، لكن في قانون كرة القدم يجب اكمال ضربة الجزاء. طبعا الوقت الاصلي انتهى، لكن في قانون كرة القدم يجب اكمال ضربة الجزاء. محمود سلطان مخرج المباراة مركز على محمود وضربة الجزاء. وإن شاء الله الصبياني إن شاء الله الصبياني راح فياض هداف المنتخب البحريني. خرجنا من الوسط. فياض ورجع وترجع، لكن كان ما في حقيقه متابعه من خط الدفاع. ايضا سجل هدف عموما نفس اللي حصل مع قطر، منتخب قطر لما حارس كرة اليوم رد الكرة ما كان في متابعة من المدافعين واكمل اشوف، ولما ردها الحقيقة شوف ما كان في حد من المدافعين وسدد مرة ثانية بالضبط نفس اللي حصل مع المنتخب القطري وسجل الهدف الأول للمنتخب البحريني. هاي اللاعب اللي كان أصيب حيث الجمعان ماجد حيث ناحية الشمال حسن يعكس وترجع موت. حصلها على دفعتين مو سلطان احمد جميل صبيح عيسى الجمعه ناحيه الشمال. اعلن حكم المباراه ايها الاخوه والاخوات عن نهايه الشوط الاول بتقدم المنتخب البحريني بهدف سجله فياض محمود من ضربة جزاء استطاع الصبياني ردها لكن أكملها مرة أخرى. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في شوط المباراة الثاني. لكم مني أجمل تحية. من حيث الجمعان ضغط نقطة الجزاء يعدي ويسددها لكن ضربة ركنية. كان ممكن لو طعم حيث إن كان في ضربة جزاء، لكن واحد خارج معه. ضربة ركنية اللعب ضربة ركنية ولا سددها خارج الملعب. خارج الملعب سددها. يا كيف كمل كلمة ثانية يلا بوجبة فرنسي. ضربة جزاء في نفس المكان. ضربة جزاء لمنتخبنا. نفس المكان ونفس الضربة. وإن شاء الله هاي التعادل. ضربة جزاء لمنتخبنا في الدقيقة 23 ثم عادة لما مر أما تعرقل داخل منطقة الجزاء وضربة جزاء لمنتخبنا. ضربة جزاء والوضع حساس شوية. ضربة جزاء وماجد
ماجد 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 كرة تضيع تضيع ضربة الجزاء. ضربة الجزاء في الإعادة. خارج قائم خارج الملعب. هذا البشري البحريني. ضربة حرة. سددها. ترجع سريعة. مولي الشريف. ترجع. يتخلص. يتخلص من داخل المرمى. يتخلص من داخل المرمى. لا مو داخل المرمى من عرقة المرمى طبعا وداخل المرمى كان نقول. شوف الإعادة. في ضربة ركنية عموما راح نشوف ضربة ركنية. عمر عبد الجواد اللي راح يلعبها. اللعب كرة سريعة عند الدوام. يلعب راسه. تتخلص. تتخلص. مرة ثانية توصل للصبياني. خالد مسعود. يلعب كرة عالية جدا. داخل منطقة الجزاء. شراك. في خطورة إلى صالح نعيمة. اللعب ناحية اليمين. عبد الله صالح يلعب كرة أمامية. ماجد يحاول يشترك. براس. كمان كمان. ورجع مرة ثانية. كمان. ما في فايدة. رحمة بولزا. تسدد وترجع. وترجع. تنقطع منه وتروح هجمه ضد المنتخب البحريني. كره سريعه ناحيه اليمين. ما اللي يحاول يحصلها. يقطعها من امامه جمعه هلال وتروح رميه تماس. دقيقتين وقت الضائع الان. اهلا الحكومه.
بعض ما راح يحسب وقت، إن كان من وقت ضايع. عموما مبروك للبحرين هذه النقطة لقدم المنتخب السعودي الحقيقة، ويرتفع بذلك رصيد المنتخب منتخبنا الوطني إلى 4 نقاط من 3 نقاط، يبقى لنا مباراة مع الصين، والمنتخب البحريني ارتفع رصيده إلى 2، يتساوى بذلك مع سوريا والكويت 2، والبحرين 2، وتبقى له مباراة أمام سوريا. أما منتخبنا